السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك كوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة لبيتزا صغيرة بعجينة 10 دقائق، وأيضا باللحم المفروم مع صوص طماطم، شهية وسهلة التحضير. سوف نحتاج أول شيء إلى تمرير الفطر الطري أو الشامبينيون في القليل من الزبدة، ملح، فلفل أسود، الإبزار، وكذلك إذا توفرت بودرة الثوم وبودرة البصل قليل فقط. وبالنسبة للعجين سوف نحتاج إلى عجينة 10 دقائق. سوف تجدون وصفتها على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن. يمكنكم أيضا استخدام أي عجين معتمد لديكم للبيتزا. سوف نحتاج أيضا إلى صلصة الطماطم، إما تشتروها جاهزة أو الوصفة الكاملة سوف تجدونها على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن أيضا. وسوف نحتاج أيضا إلى اللحم المفروم، بقري أو يعني لحم الدجاج، يعني أي شيء متوفر. هنا الفلفل المشوي أحمر وأخضر أيضا، وهنا الفطر الذي مررته في القليل من الزبدة. وسوف نحتاج أيضا إلى الجبن، أنا سوف أستخدم جبن أحمر. يمكنكم أيضا استخدام الموتزاريلا، يعني يفضل أن تستخدموا الموتزاريلا، وهذا زعتر بري أو الأوريغانو. إذا لم يتوفر تستخدموا الزعتر العادي لا مشكلة. أول شيء سوف أبسط العجين على هذا النحو، لا يكون يعني رقيق جدا، يكون سمكه يعني تقريبا سنتيمتر إلى سنتيمترين على هذا النحو. ثم أضعها في صينية على الأشكال التي أحب، يعني إما مربع أو دائري، يعني فقط يعني التغيير. بعد ذلك أضعها في صينية على ورق الزبدة وأدهن الصينية مسبقا، وأضع القليل من صلصة الطماطم على هذا النحو. إما تحضرها في البيت أو تشتروها جاهزة. وأضيف هنا الجبن الأحمر، وإذا توفر الجبن الموتزاريلا يعني أفضل. بعد ذلك أضع قطع الفلفل المشوي، أنا دائما أستخدم الفلفل المشوي عندما تكون عندي كمية كبيرة. أضعها يعني أشويها على النار أو في الفرن، ثم أضعها في المجمد يعني وأستخرجها وقت الحاجة. هنا أضع كريات من اللحم المفروم، وفي الجهة الأخرى الفطر الطري على هذا النحو. وأضع القليل من الميس أو حبات الذرة، وأدخلها للفرن تقريبا مدة 20 دقيقة على 200 درجة حتى تأخذ لون ذهبي جميل، وأقدمها بالهناء والشفاء. أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وأن تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم.